مساء الخير يا أخوانا المصريين. في كلام في قلبي نفسي أقول لكم، ممكن أقلب لساني المصري عشان تفهموني أكثر. أنا تخرجت من الكلية هذه سنة 2017. البلد دي لها فضل بعد الله علي كبير في كل شيء، واللي عايز أقوله إنه اللي ما عاشرش مصريين ما يحكمش عليهم خالص. مساء الخير يا أخوانا المصريين. في كلام في قلبي نفسي أقول لكم، ممكن أقلب لساني المصري عشان تفهموني أكثر. أنا تخرجت من الكلية هذه سنة 2017. البلد دي لها فضل بعد الله علي كبير في كل شيء، واللي عايز أقوله إنه اللي ما عاشرش المصريين ما يحكمش عليهم خالص. أنا لقيت في البلد دي كل حاجة، طيب والوحش، والطيب أكثر من الوحش. أكلت فيها، تربيت فيها، تعرفت على ناس كريمة فيها، تعرفت على ناس أصيلة فيها، حصلت لي مواقف ولقيت المصريين سنديني. مش عارف أقول لكم، يعني أنتوا بلد عظيم، أنتوا ناس عسل، أنتوا ناس اللي ما يعرفكوش يجهلكم. بلد علم، بلد حضارة، كلام ياما مش حكيت فيه تيك توك ولا أي حاجة. أنا دخلت مصر كان عندي 30,000 متابع، دلوقتي زادوا 6,000 أخ وأخت مصريين. شكرا لكم. يعني أنا ممكن أتوقع أروح السعودية أوصل 100,000. شكرا لمحبتكم لي، شكرا لكلامكم الجميل في الكومنتات. والله العظيم أنا بحبكم جامد جامد.